دلوقتي انه يعني وصلنا الى موافقه حماس، الان اسرائيل تستمر في العمليه العسكريه. افيخاي ادرعي منذ يعني الان يقول متحدث الجيش الاسرائيلي يتحدث عن ان جيش الدفاع، قوات جيش الدفاع تهاجم وتعمل في هذه الاثناء بشكل مباغت ضد اهداف لحماس في منطقه شرق رفح، وخلاص الكابينت الاسرائيلي وافق يعني مستمر في الحرب. هنا الكرة كانت في ملعب إسرائيل، هل ماذا تريد إسرائيل الآن؟ إذا كانت يعني كانت تعلق الشماعة على حماس، الآن ماذا تريد إسرائيل؟ لا، إذا تريد كسب الحرب، يعني يبدو لي أنها إذا كانت سوف تسير في هذا الطريق، لأنني كنت أتابع أيضا المصادر الأمريكية كلها بتتحدث عن عدم الرغبة في عمليات عسكرية الآن في رفح. هناك عقوبة بدأت عن طريق منع ذخيرة عن إسرائيل، في حديث سوف يكون بين بايدن ونتنياهو. هناك العملية الآن في مرحلة قلقة، لأنه الطرفين يعني حماس قعدت تتأخر في أنها توافق. إسرائيل قالت مصادر فيها أيضا أن ذلك هو الاتفاق الذي وافقت عليه حماس في إسرائيل في 26 أبريل. فالتصريحات في اللحظة دي مضطربة، ولا يوجد هناك عملية يعني تتم في نفس الوقت. لم تحدث ذلك في حرب فيتنام، لم يحدث ذلك في بعض الأحيان حصلت معنا في 73 عندما استمرت إسرائيل أيضا في عملية القتال لغاية يوم 26 أكتوبر. مثل هذه الأمور تحدث، لكن أيضا بيكون هناك تدخلات لضبطها من جميع الأطراف، سواء الأطراف التي تقوم بعملية الوساطة أو الأطراف الدولية الكبرى. وهنا أسأل حضرتك عن الدور الأمريكي والدور المصري، يعني المفاوض المصري لم يتوقف لحظة في محاولة رأب الصدع والتوصل لتوافق بين الطرفين، لكن زي ما أنت شايف يعني توافق حماس، ترفض إسرائيل، يعني القصة شديدة التعقيد في التفاصيل، لكن ماذا تفعل مصر الآن؟ ما هو الدور الأمريكي؟ أولا أنا متأكد أن الجانب المصري والجانب الأمريكي كانوا على توافق تام طوال المرحلة السابقة، وأنه كان في موقف إيجابي من الجانب الأمريكي تجاه الجهود المصرية الجارية. يا أستاذة لميس، نحن إذا 3 ساعات فقط منذ جانا الإشعار الخاص بموافقة حماس في حرب ضروس تجري منذ حوالي 7 شهور، يعني على طول كل الأجهزة الإعلامية متى سيتوقف. حتى الناس في غزة خرجوا رغم وجود القصف المستمر في ذلك الوقت إلى الشوارع المختلفة ليرحبوا بالموضوع. هناك ضغط نفسي موجود يحتاج إلى نتائج سريعة. الحروب لا تستجيب إلى مثل هذه النتائج السريعة، الحروب تأخذ وقتها. سوف نتفق على ساعة وقف إطلاق النار، هناك تفاصيل مهمة، تعريف لكل مرحلة من المراحل اللي جاية، وتصور أنه حيتم كل شيء في المرحلة الأولى، لأننا استمعت حوالين ما الذي سوف يفعله الفلسطينيين ومتى يتفق. كل هذه الأمور تحتاج إلى تفكير وإلى تخطيط، ولأنه أي كلام دلوقتي هيبقى نوع من المصادرة على المطلوب. في أمور لابد لها أن تنضج أو على وجه الخصوص في صراع مثل الذي نواجهه هنا. يعني شكرا دكتور عبد المنعم سعيد، المحلل السياسي الكبير والمعروف.